مع دخول فصل الشتاء جمانة، ناس كتير جدا بتعاني من التهابات في العيون بسبب الحساسية اللي بتكون نتيجة الأتربة والرياح اللي موجودة طوال فترة الشتاء. للأسف الفترة دي دايما بتبقى فترة التنقل ما بين الفصول، يعني كتير مننا بيصاب بأمراض الحساسية، وخصوصا الناس اللي عندهم حساسية أيضا بيبقى يعني عندهم مشكلة في التعرض للأتربة والرمال خلال الفترة دي، بيحاولوا طول الوقت يعرفوا إزاي يتجنبوا الحساسية والالتهابات. خلينا نعرف كيفية التعامل مع الالتهابات والحساسية، كمان التأثيرات السلبية لمصابي السكر على العيون خلال فصل الشتاء، من دكتور إيهاب سعد عثمان، أستاذ العيون بكلية طب قصر العيني. صباح الخير لحضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أستاذ جمال، صباح الخير يا محمد. صباح النور يا فندم. اهلا بك. يعني موضوع حساسيه العيون بصراحه بيبقى صعب جدا ان كان للاطفال او الكبار، وبيبقى مؤلم وبيضايق حتى في الرؤيه، ويعني مش حاجه بسيطه، يعني بتبقى فعلا شيء بيضايق يعني الشخص المصاب بهذه الحساسيه. عايز اعرف من حضرتك ازاي ممكن يتم التعامل مع حساسيه العيون، وهل بيبقى الشخص مصاب بالحساسيه ولا ممكن حد ما عندوش اصلا حساسيه ويبتدي يشعر بألم في عينه، أو أن عينه مش مريحاه، أو في زي رملة، أو بيبقى فيه أصليها يعني أعتقد أعراض كتير قوي حساسية العين ده، لو أنا كلامي صح يعني. أسئلة حضرتك صح جدا وكتير جدا يعني، هحاول أجاوب عليها في هذا الوقت المتاح. أول حاجة إحنا بنتكلم على أن الحساسية استعداد وراثي. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا والدي كان عنده رب، أو والدتي كان عندها حساسية على الجلد، أو جده كان عنده حساسية على العين، فالاستعداد الوراثي ينقل، ولكن ظهور الأعراض هي دي اللي بتبقى مرتبطة بالبيئة اللي حوالينا. يعني اللي زي ما ذكر من شوية كده، إن فعلا تغيير المواسم بيظهر فيها قوة الجسم على تحمل هذا التغيير وبتظهر الأعراض. الحساسية يعني بنقسمها لنوعين، حساسية شائعة اللي الناس بتتكلم عليها في طول الوقت، معناها حمرا شويه، انا عندي احساس بجسم غريب في العين، بتدمع شويتين كده ما بطلع في الهواء، ولكن الحكه في العين ما بتبقاش عرض رئيسي. والحساسيه اللي هي الموسميه او الرمض الربيعي، اللي هو بيبقى فيه الحكه عرض كبير ورئيسي، ده اللي بيجي في الاطفال بيبتدي، وده اللي بيبقى له الاستعداد الوراثي، وده اللي بيظهر في العين كحكه شديده، الواحد بيستلذ ان هو يدعك في عينه وبيطلع ماده مخاطيه كده بتبق زي الاستك، وعينينا حمره، وبيبقى في اوقات مش طايق النور، ودي ليها مشاكل كتيره بقى على العين، سواء من الحكه نفسها او من العلاج. الحساسيه البسيطه اللي هي عندنا كلنا نتيجه التراب وكده، دي علاجها بسيط، ويتمثل في ان احنا نعتني بفتح العين، ان احنا نغسل عينينا حتى بميه الحنفيه العاديه او بقطرات مرطبه. ده يكفي ان هو يضيع الاعراض اللي بتيجي نتيجه تعرضنا للاتربه والشمس وتركيزنا كتير في الكمبيوتر وفي الاجهزه اللي في ايدينا، اللي ده بيؤدي الى جفاف وشعور بجسم غريب والواحد متضايق شويه. لكن الحكه بقى اللي هي رمض ربيعي او الحساسيه الموسميه، سببها الرئيسي هنا مش الاتربه، سببها الرئيسي الاشعه فوق البنفسجيه، ورغم ان هو اسمها رمض ربيعي الا انها بتيجي في الوقت ده من السنه، وبتيجي في مدخل الربيع، فهي ليها وقتين، ودي زي ما قلت حضرتك كده علاجها قد يؤدي الى مشاكل لو لم ننتبه، وهي نفسها تؤدي الى مشاكل. صح. طبعا ده لا غنى طبعا زي ما حضرتك قلت يا دكتور ايهاب على فكره الغسل المستمر والتنظيف المستمر بالمياه العاديه للوجه وللعيون، ده مهم جدا نعمله بشكل مستمر. عايز اسال حضرتك يعني مرضى السكر، يعني هل في تاثير اكتر للإصابة بالحساسية والتهابات العيون على مرضى السكر بشكل سلبي عن غيرهم من يعني أصحاب الأمراض الأخرى؟ طبعا مريض السكر ده مريض هش، بالذات لو هو سكره مش منضبط. يعني لو سكره مرتفع، تخيل ان احنا كل الأنسجة، كل السوائل بتاع جسمك، السوائل اللي في العين، السوائل اللي في المعدة، التعرض الجلد نفسه وتأثيره والتئامه، كل دي فيها سكر زياده، والسكر زياده ده وسط لنمو الـ يعني الميكروبات، ووسط ل يعني ان الامور تبقى مش احسن حاجه في الدنيا. صح. لو اصيب حتى بجرح في ايده او جرح في سطح العين، او حتى احنا هنعمل له اجراء جراحي، فمرضى السكر اللي هنعمل مثلا عامل لهم بيضه، او هنعمل لهم ساعه
بعد تصحيح ابصار او عمليات اخرى في العين يجب ان ينضبط السكر في قبل الاجراء، ودايما رقم 200 رقم مهم. دايما بنقول المرضى ان السكر بعد الاكل لازم يكون اقل من 200 علشان نقدر نعمل اي اجراء جراحي ونقلل حجم المضاعفات ونسرع التئام الجرح، وكمان بناخد بالنا من بقيه الادويه من الضغط. طبعا التدخين لمريض السكر يؤثر تاثير مباشر على مش بس الشبكيه في العين اللي احنا بنقدر نشوفها، ولكن على شبكه الاوعيه الدمويه الكتيره قوي اللي موجوده في جسمه. عشان كده الكلى بتتاثر، الاعصاب بتتاثر، الجهاز الهضمي بتتاثر، القلب بتتاثر، كل الجسم بيتاثر نتيجه الاهمال المزمن في مرض السكر. طيب دكتور، يمكن الحقيقه مؤخرا بقينا في ناس اللي بتلبس عدسات لاصقه، في ناس اللي عامله عمليات تصحيح ابصار في عينها، دي اعتقد عينها بتبقى الى حد ما كمان حساسه بشكل زياده شويه حتى لو ما عندهمش حساسيه يعني ورسائل زي ما حضرتك تحدثت. المفروض يتعاملوا ازاي؟ يعني المفروض لو هنقول الروتين او طريقه التعامل حتى مع عينهم بتكون عامله ازاي؟ هل في قطرات معينه المفروض يستخدموها باستمرار؟ لان انا اعرف انه في حتى بعض القطرات للاسف لما بنفرط في استخدامها يعني بتسبب زي ادمان للعين، يعني ممكن تفضل حمراء لو ما تمش استخدام القطره دي بعد فتره. هل الكلام ده صح ولا لا؟ وازاي يتعاملوا الاشخاص دي، ازاي تتعامل مع عينها؟ والله يا استاذ جمانة اسئلتك في منتهى الاهميه في الدنيا. خلينا نتكلم عن العدسات اللاصقه كسبب مباشر للحساسيه. العدسات اللاصقه بتعمل في نسبه كبيره جدا من الناس حساسيه لسببين: تراكم البروتينات وتراكم الاتربه على العدسه اللاصقه، مجهوله المصدر كمان. خد بالك في مشكله كبيره جدا طبعا. من ان هي يعني دلوقتي الكوافيرات بتطلع تفتح الدور وتدي عدسه لاصقه للبنات الصغيرين وهم رايحين يعملوا شعرهم صحيح. وللاسف الصيدليات بتبيع بعدسات لاصقه بطريقه مخالفه للقانون. القانون المصري معمول في السبعينات وده قانون صلد يعني، وكذلك بعض محلات النظارات، وده في منتهى الخطوره اللي في الدنيا. لان حاول اللوبي العدسات في امريكا من سنين يخلي العدسات الملونه حتى مواد تتباع في السوبر ماركتات زي الاسبرين وزي غيره. رفضت جمعيه العيون الامريكيه وقالت دي مواد حساسه سوء استخدامها قد يؤدي الى العمى. فالقانون المصري طلع قبل ده من السبعينات لتنظيم شؤون العدسات اللاصقه انها لا تصرف الا بواسطه طبيب. والحقيقه الدور الرقابي لوزاره الصحه لازم يفعل جدا جدا، ويعني ان كان العدسات مجهوله المصدر اللي هي بتتباع في كل حته دي يعني 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 ما ينفعش خالص خالص. وانا اعتقد لو اتقفلت صيدليه بتبيع عدسات او اتقفل محل بيبيع عدسات او اتعاقب حد غير طبيب عيون متخصص، وده مهم جدا جدا. احنا هنضبط حالنا وهنقلل فقد حاله او حالتين شهريا او ثلاث حالات شهريا بتفقد ابصارها نتيجه الحاجات اللي عدسات دي. دي نسبه عاليه قوي يا دكتور، يعني دي نسبه مش بسيطه. وبتيجي فين؟ بتيجي في بنات زي الورد، بنات 14 و15 و16 سنه راحوا خارجين مع اصحابهم بالليل وراحت للكوافير والنهارده في حفله، حد راح فتح الدرج ده عدسه، حتى تلاقي اللون بتاع العدسه بيتساقط. ما نعرفش الحاجات دي جايبينها منين، ويكون السعر هو ان هي رخيصه وان هي موجوده وان هي متاحه، هو ده الموتيفيشن القصه. في اعراض مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها واحنا لابسين عدسات لاصقه. لو انا ابتديت اهرش يبقى لازم اشيل عدسه. لو نظري اتغير، لو حصل الم في العين من الضوء وحساسيه من الضوء وفي دموع نزلت مع احمرار، اشيل العدسه وارميها، مش مهم خالص. لان ده يساوي ان جالك قرحه وانت لازم تروح للطبيب الايه المعالج. الحاجه الثانيه المهمه سوء استخدام القطرات. صحيح. الكثير كثير من الناس المرضى لو رجعنا مرجوعنا الرمد الربيعي والعدسات اللاصقه بيستخدموا كتير منهم قطرات كورتيزون. قطره الكورتيزون قطره مهمه جدا جدا لصحه العين، ولكن بتستخدم لفتره محدوده، انواع احنا عارفينها معينه، لان سوء الاستخدام بيؤدي الى في بعض الناس اللي عندهم استعداد لارتفاع ضغط العين يعني جلوكوما ميه زرقاء وفقدان العصب البصري وتكوين مياه بيضاء. وبرده للاسف بيجي لنا شباب صغيرين الام راحت للدكتور بابنها اللي عنده حساسيه لدورش في عينه واداها مره واثنين وثلاثه القطرات، فبقت القطرات بتاعتنا زي مجموعه البرد كده، كل ما تجيله برد يروح جايب له دواء البرد. وتيجي الولد عنده 13 14 سنه فقد عينه، العصب البصري انتهى في عين، ضغط العين مرتفع ارتفاع مزمن وهو ما يعرفش ما اشتكاش.
فدي مشكله كبيره جدا جدا. الحاجه الثانيه المهمه برضو لو تسمحوا لي، في عوجانا الحكه بتاعه العين نتيجه الحساسيه او رمض الربيعي او الحساسيه الموسميه، هرش العين ده لقيناه مرتبط ارتباط وثيق بالقرنيه المخروطيه. واصبح دلوقتي في العالم في الوقت ده من السنه في شهر اكتوبر بالذات اللي هي مكافحه العمى، وقت مكافحه العمى بنعمل حملات منهده بطلوا تهرشوا في عينيكم، لان اتطورت العين بالرنين المغناطيسي والواحد بيحكها، الانبعاج اللي بيحصل نتيجه ضغط الايد على العين بصفه مزمنه يؤدي الى تمدد في القرنيه، وبرضه ده سبب رئيسي من فقدان الابصار. عشان كده في بلاد زي مناطقنا منطقه الشرق الاوسط اللي بتكثر فيها الاشعه فوق البنفسجيه والشمس، نسبه القرنيه المخروطيه عاليه جدا، وده سبب مباشر ل الحكه بتاعت العين. اللي بننظم حملات ممنهجه نقول يا جماعه نوعي بيها الناس، يا جماعه ما تهرشوش في عينكم، تعالوا نعالج الحساسيه بسرعه، نستخدم الاطراف بحكمه والوقت محدود علشان ما يحصلش مضاعفات، يا اما من العلاج يا اما من سوء استخدام العلاج انا اسف، يا اما من الهرش المستمر على العين. ودي للاسف عاده بنخطئ جدا، يعني بنمارسها كثيرا من غير ما ناخد بالنا ان احنا نهرش في عينينا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا بجد، يعني معلومات مهمه جدا ونصايح مهمه جدا لينا جميعا ازاي نتعامل مع الحساسيه. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور ايهاب عثمان استاذ العيون بكليه طب قصر العيني، ودايما يا رب كده العين عليها حارس.